يعني انا عايز افهم، عايزين مني ايه دول؟ هم مش شايفين ان السياحه في البلد وضعها زي الزفت؟ ده بدل ما يحمدوا ربنا ان بقالهم 4 شهور بس ما قبضوش، الشركات التانيه مسرحه موظفينها من 3 سنين، وانا طول الفتره دي وانت عارف بديهم مرتباتهم من جيبي، يعني المفروض اعمل ايه؟ اصرف عليهم؟ اذا كنت انا لسه مش عارفه هقفل الشركه دي ولا هخليها؟ يا نادر ليه ما حدش بيقدر؟ ليه ما حدش بيحس؟ ممكن تهدي شويه؟ وبعدين تعالي نخرج من باب الجراج وسيبيهم يخبطوا دماغهم في اقرب حيطه. لا احنا نطلب لهم البوليس يجي يمسك كم واحد فيهم ويهش الباقيين، وبكده هيمشوا على طول بدل ما احنا قاعدين محبوسين في الشركه ومش عارفين نطلع. البوليس مش حل يا نجوان. هايدي انت لازم تطلعي تتكلمي معاهم، اطلعي قولي لهم اي حاجه، اوعديهم مثلا انك هتدفعي لهم نص مرتباتهم اهو يمشي نفسهم بيها. هايدي الناس موقفهم القانوني سليم، وبعدين مفيش اي حاجه مكتوبه في العقود بتاعتهم عن ظروف السياحه. ايه اللي انت بتقوله يا نادر؟ ادفع لهم ايه ونص فلوسهم ايه ويمشوا نفسهم ايه؟ هو انت المحامي بتاعي ولا بتاعهم؟ ولا انت عشان حضرتك انت وخطيبتك بتاخدوا مرتباتكم فيبقى خلاص؟ انا بدفع لك مرتبك انت وسكرتيرتي الاستاذه نجوان عشان تطلعوني من المواقف اللي زي دي. معرفش، لاقي حل، اتصرف. الو. ايوه يا حبيبي. ايوه يا مروان. مفيش عندي مشكلة كبيرة في الشغل ومش عارفة احلها. معقولة يا حياتي عندك مشكلة؟ وانا عايش في الدنيا؟ ايه خلاص بقى اروح اموت نفسي. العمال اللي عندي عاملين اضراب وعايزين مرتباتهم، وانت عارف كويس قوي الشركة ما فيهاش فلوس، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ عمال ايه اللي تشغلي بالك بيهم دول؟ ولا تقلقي خالص. يا حبيبتي ما تفكريش حتى طول ما انا موجود في الدنيا. امال انا موجود ليه؟ مش عشان خاطر اريحك؟ بصي يا روحي، انا عندي برنامج هروح اصوره وارجع على البيت نتعشى سوا ونقعد ندردش، وانا عندي حل لكل مشاكلك. فكي بقى، فكي عشان خاطري. يلا حبيبي. بقولك ايه، هتوحشيني قوي 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 لغايه ما اشوفك. هلو everybody، ازيكم يا جماعه؟ ازيكم؟ وحشين هايدي حبيبتي، وحشاني موت. سوري، ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي حبيبتي اقعدي. ايه تقعد فين انت يا استاذه بمنظرك ده؟ يلا انزلي تحت استني البيه في عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا. لا لا لا، نو بروبلم. مفتاح العربيه اهو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لاقرصك. ايه ده يا بابي؟ داخل عليا وساحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجه، قلت لهم وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركه لحضرتك. ونعمة التربية الصراحة، عشان كده حبسوني أنا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك أرضي. أنا يتقال لي نجيبك أرضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني، أنا همشيهم لك. الدكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. ازيكم يا رجالة؟ أنا رجعت مسكت الشركة تاني مع بنتي هايدي، وقلت لها ازاي يا هايدي السادة الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات وأولاد، ازاي؟ أنا دايما أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم ال4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما ال4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون، هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة، احنا هنصرفهم وهنصفي الشركة، نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثثنا. هو إيه يا الضاج يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف
مش هيرضي هايدي بنتي. قول قول. انتوا عارفين ان الشركه ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينه الشركه، انما انا اللي اقدر اقوله لكم ان انا اضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحه ما تتصلح والخواجات يجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد اجازه بدون مرتب وبقيت فلوسه امانه عندي انا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض الاربع شهور ويقدم استقالته، واعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه. وانا معاك يا ابو طالب بيه. كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عايز يا ابو طالب بيه. حاجتين، روحي وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجه لي، عمري. اقعد يا انا 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 بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى؟ انت ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 لا، دلع البنوته بس. انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الوراق اللي انت بتعمله ده حبيبي بيبي. انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم؟ قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها، تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس أوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر، إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار، ونبدأ بداية قوية، ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو أوي. بس مش هينفع يا بيبي، انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها. مش هينفع حبيبتي. مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي، يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها؟ ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك؟ مش قوي كده على فكره يا نادر، ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي، وايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا، عشان برضو ما خليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره، اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله، انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايزه افتح قناه رقص شرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من صفينار.
وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضه. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم وناجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها. وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر. وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي، الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي، انا من زمان وانا نفسي اكون في الوجود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه. يا هايدي بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده.